طيب نرجع تاني بس لموضوعنا معلش. المفروض ان احنا عندنا هنا علشان نحسب البرسنتج بتاعت الاكسس اير، فاحنا قلنا ان احنا محتاجين المعادله بتاعت الاو 2 او المعادله بتاعت السي او 2. طيب المعادله بتاعت السي او 2 محتاج الاكشوال والثيوريتيك. طب هو في المعادله ادانا في الجيفنز ادانا ايه؟ ادانا السي او 2 الاكشوال، لان هي دي اللي قدر ان هو يقيسها. طيب ازاي احسب السي او 2 الثيوريتيكال؟ المفروض جيفن معاك في ورقه، في الورقه اللي انت هتدخل بيها اول معادله مكتوبه هنا بس، انت لوحدك اللي بتحسب باقي الحاجات اللي موجوده هنا. طيب ازاي؟ انا شرحت ازاي المولز بتاعت الان 2 بنجيبها جزء من الاير وجزء من الفيول. طيب الجزء بتاع الاير هو اي نمبر اوف مولز، هو عباره عن الويت على المولكولار ويت، فمره هجيبه من الاير ومره تانية هجيبه من الفيول. الجزء ده بتاع الاير والجزء ده بتاع الفيول. طيب لو بصينا كده على الفيول، لان هو بسيط وسهل، هو قال لي في الاناليسيس بتاعت الفيول ان كان في عندي نيتروجين 1.6%، 1.6% ديت يعني 0.016، ده الويت بتاعي، لان انا بشتغل لكل كيلو جرام فيول، لكن الرقم اللي هو كان مديهولي فوق دوت برسنتج، يعني كانه لكل 100 كيلو جرام فيول فقسمت على 100. يعني ال 1.6 ديت كان لو عندي 100 كيلو جرام من الفيول في عندي 1.6 نيتروجين. طب انا شغال بير كيلو جرام من الفيول، يبقى انا عندي 0.016. طب قسمت على المولكيولار ويت بتاع النيتروجين اللي هو 28. الجزء الثاني اللي هو بتاع الاير انا هقسم تحت برضه على 28. طب البسط بقى هي ده اللي فيه المشكله، ازاي هجيب الويت بتاع النيتروجين اللي موجود في الثيوريتيكال اير؟ الفكره بمنتهى البساطه ان اي اير انت بتجيبه سبلايد من الجو، المفروض ان البرسنتج بتاعت النيتروجين فيه بتبقى 77%. طيب انا عايز الويت بتاع النيتروجين اللي موجود في الثيوريتيكال اير. طب ما انا الثيوريتيكال اير لسه جايبه التوتال ب 4.91 كيلو جرام اير لكل كيلو جرام فيول. طب لو انا عندي الهواء دوت انا عارف ان 77% منه نيتروجين، يبقى انا لو ضربت الرقم اللي انا كنت جايبه دوت في 77% هطلع الويت بتاع النيتروجين اللي موجود. باقي بقى الحاجات بتاعت الهواء الاكسجين والسي او 2 والحاجات ديت بتبقى نسب صغيره، بس الاو 2 بيبقى اكبر نسبه بعد النيتروجين. عموما انت عايز الويت بتاع النيتروجين بس، فضربت في 77%. تمام، ركز معايا كويس قوي في الخطوات دي، لان الحاجات دي انت اللي هتعملها بنفسك، مش موجوده جيفن معاك. المولز بتاعت السي، اي مولز قلت لك هي عباره عن الويت على المولكولار ويت. المولكولار ويت بتاع الكربون ب 12. طب الويت بتاع الكربون هو انت كان موديها لك جيفن بكام؟ الويت بتاع الكربون 41.65%. طب انا عايز بير كيلو جرام من الفيول مش بير 100 كيلو جرام، فعشان كده قسمت على 100 وخليته 0.4165. بعد ما جبت دول قدرت ان انا اعوض في المعادله بتاعت السي او 2 الثيوريتيكال. بتقول لك المولز بتاعت السي اهيت على المولز بتاعت ال N2 زائد المولز بتاعت السي، عوضنا بيهم هيطلع لك رقم 0.2 حاجه. انا حولتها في الميه، لان انا بعد كده لما عايز ان انا اعوض في الاكسس اير سبلاي المعادله بتاعتك، فانت بتحتاج ديت برسنتج. طب حلو قوي، لو رجعنا بقى للمعادله دي هتعوض كل حاجه برسنتج. طب وانا جبت منين السي او 2 اير سي او 2 بتاع الاكشوال؟ لو طلعت فوق خالص مديلك في الاناليسز ان السي او 2 الاكشوال طالع 14%. تمام، يبقى كده احنا قدرنا نجيب الاكسس اير ب 45%. طب الاكشوال اير سبلايد بقى اللي احنا لافين عليه كل اللفه دي، اللي هو اكشوال اير سبلايد، عباره عن 1 زائد الاكسس اير ريشيو على 100% في الثيوريتيكال اير. الثيوريتيكال اير احنا حسبناه 4.91، انا زودت عليه جزء كمان بزياده عشان اضمن انه يحصل كومبليت كومباشن، فقمت مزود عندي جزء كمان، عشان كده طلع لي الاكشوال اير سبلايد اكتر من الثيوريتيكال اير طبعا. تمام، طيب كده احنا حسبنا الاكشوال اير سبلايد. قبل ما ندخل بقى في حسابات اللوسز ال L1 وال L2 كده، فانت هتلاقي ان انت في نص الحسابات بتاعتك او في اول حاجه اصلا هتيجي تحسبها في ال L1 انت محتاج الكتله بتاعت الدراي فلو جازس، عايز الكتله بتاعت الفلو جازس من غير الووتر فيبر. طيب وانا ازاي هجيب الكتله بتاعت الدراي فلو جازس؟ المعادله دي مش جيفن معاك في الورقه، انت اللي المفروض تبقى عارفها. طب هجيبها ازاي؟ الماس بتاع الدراي فلو جازس قلت لك اي فلو جازس موجوده غير ال H2O، فقمت واخد ال CO2 واخدت النيتروجين. النيتروجين ده متكون من جزئين، الام بتاعت النيتروجين دي جزء من الاير وجزء من الفيول،
عشان كده هو هنا قام مفككها، قال لك الماس بتاع الان تو اللي في الفيول والماس بتاع الان تو اللي في الكومباس اللي جايه في الايه، وكمان الماس بتاع الاو تو اللي طلعت. مش انت اصلا كنت مدخل اكسس اير ريشيو، يبقى لازم هيطلع لك اكسجين بزياده. طيب دلوقتي عايزين نعرف هنجيب ازاي كل الكلام ده. دلوقتي علشان تجيب كل الكلام دوت، الموضوع ممكن تحس ان هو رخم شويه لان هو قالب على كيمياء، بس لو ركزت معايا هتعرف ان انت تجيبه بسهوله. اول حاجه الماس بتاع ال N2 اللي في الفيول ده ابسط واسهل حاجه، ده رقم اصلا هو مديهولك جيفن 0.016 زي ما كنا معوضين بيه فوق، تمام؟ اهو 0.016 اهو اللي هو كان مديهولك 1.6%، تمام؟ طيب عايزين نجيب الماسز الباقي، ازاي هنجيبها؟ الجزء بتاع الماس بتاع ال N2 اللي موجود في الهواء ده خلاص بقى بسيط، احنا مش كنا لسه عاملينه؟ بس الفرق بقى في ايه؟ خلي بالك انت المره اللي فاتت لما جبت الماس بتاع ال N2 كنت جايبه من الثيوريتيكال اير. لو رجعنا هنا تاني هتلاقي ان انت كنت بتجيب الويت بتاع ال N2 وتجيب المولز بتاعت ال N2 من الثيوريتيكال اير، فعشان كده ضربت في الثيوريتيكال اير اللي هو كان 4.91، انما انت في الحقيقه مش مدخل ثيوريتيكال اير، انت مدخل اكشوال، عشان كده ضربت في الاكشوال اير اللي انت لسه حاسبه فوق اللي هو 7.13، تمام؟ طيب وضربت برضو في 77%، فاضل لنا حاجتين الماس بتاع السي او 2 والماس بتاع الاو 2، هنتصرف فيهم ازاي؟ الموضوع بمنتهى البساطه ايه بقى؟ احنا دلوقتي عندنا كربون دخل اللي هو موجود في الفيو، دخل وحرقته حولته سي او 2. طيب انا عايز الكتله بتاعت السي او 2 اللي طلعت، هجيبها ازاي؟ قال لك عشان اجيبها هعمل الاتي. انا دلوقتي كان داخل عندي قد ايه كربون من الفيول؟ لو رجعنا كده هتلاقي ان هو كان قايل لك في المساله عندك البرسنتج بتاعت الكربون 41.65%، صح؟ ده كده لكل 100 كيلو جرام فيول، انا عايز بير كيلو جرام واحد، يعني انت عندك 0.4165. بس خلي بالك ده كتلة ما هواش نمبر اوف مولز. طيب انا عايز اكتب معادلة اللي هي الايكويشن بتاعتنا، عايز بكتب جنب كل رمز بكتب النمبر اوف مولز، فالرقم اللي هو 0.4165 ده قسمته على 12 عشان يطلع المولز بتاعت الكرب. طيب المفروض ان انا جبت شوية اكسجين من الهواء، ماليش دعوة بكميتهم دلوقتي، انا مش محتاجها في حاجة، المهم ان هيطلع لي في الاخر الجزء اللي يهمني هو الجزء بتاع السي او 2 زائد شويه او 2 اللي هو بتوع الاكسس اير مالناش دعوه بيه. طيب الجزء بتاع السي او 2 المفروض ان هو هيطلع لك عدد المولز اللي دخلت من الكربون هي اللي هتطلع من السي او 2، صح؟ لان السي او 2 السي عندي بواحد، فهيطلع الكربون اللي دخل هيطلع سي او 2 بالظبط. طيب انا عايز الماس بتاع السي او 2 اللي انا بتكلم عليه ده، هجيب ازاي الماس بتاعه؟ الماس بتاعته بمنتهى البساطه انا اساسا عندي النمبر اوف مولز اهو، صح؟ ده كده النمبر اوف مولز، انا عايز اجيب الماس، خلاص ضربت في الموليكولار ويت بتاع السي او 2 زي ما كنتوا واخدين في الكيمياء، الموليكولار ويت بتاع السي او 2 اللي هو 44 اللي هو 12 بتاعت السي زائد 2 في 16 اللي هي بتاعت الاكسجين. طيب اخر حاجه بقى في الجزئيه الرخمه ديت اللي مش معاكم المعادله بتاعتها، هي ايه؟ الماس بتاع الاكسجين اللي موجود في الفلو جاز. طب هو الماس بتاع الاكسجين اللي موجود في الفلو جاز اجيبه ازاي؟ بنفس الطريقه بالظبط بتاعت النيتروجين، بس تخلي بالك من حاجه، النيتروجين اللي دخل هو اللي خرج، فعشان كده اخدت كل الاكشوال اير اللي كان موجود عندي، لكن انا في الحقيقه الاكسجين بالنسبه لي كان داخل بزياده. طب بزياده قد ايه؟ بزياده الاكسس اير اللي عندي اللي هو الفرق ما بين الاكشوال والثيوريتيك، فامطرح الاثنين من بعض، ده كده الاكشوال وده كده الثيوريتيكال. طيب لما طرحتهم من بعض اداني جزء الاكسس اير، بس هل ده الاكسس اير بتاع الاكسجين؟ لا، ده الاكسس اير بتاع الهواء، انا بتكلم على الهواء عموما. طيب انا عايز الجزء الخاص بالاكسجين، انا قلت لك ايه؟ قلت لك الهواء بنعتبره ان هو بيتكون من 77% نيتروجين
والباقي بنسبة كبيرة بيبقى أكسجين، فبنعتبر إن 23% الباقيين كلهم أكسجين. فعشان كده زي ما عملنا هنا ضربنا الكتلة بتاعة الإير اللي موجودة ضربناها في النسبة اللي هي 77%، جينا هنا ضربنا في 23% اللي هو النسبة بتاعة الأكسجين. بس الكتلة ما أخدناش الكتلة الكلية بتاعة الهواء، لأن في عندي جزء من الـ O2 اتحول CO2، فأخدت بس الجزئية الزيادة من الهواء اللي أصلا طلعت من غير ما يحصل أي حاجة في الـ O2 بتاعها. تمام؟ أنا عارف إنها لفة كبيرة شوية، بس لما هتتحل بإيدك هتاخد على الحاجات دي، هتطلع في الآخر الماس بتاع الدراي فلو جازز طلعت لك بالفاليو دي. طبعا لازم تطلع لك أكبر من الأكشوال إير سبلايد وأكبر من الثيوريتيكال إيه. ليه بقى؟ لأن أنت أصلا كان موجود عندك زيادة على الإير اللي بيدخل، أنت داخل معاك كمان فويل اللي هو اللي دخل فين عندنا؟ في الكربون. تمام؟ ودخل كمان في النيتروجين، فلازم الرقم بتاعك هيكبر. يبقى الماس بتاع الفلو جازس اكبر من الاكشوال اير سبلايد، والاكشوال اير سبلايد اكبر من الثيوريتيكال اير. طيب،